مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم عبر قنوات بي إن سبورتس، طابت أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذا الموعد الكبير، في هذه المباراة الكبيرة، في هذه المباراة النهائية قبل أوانها. بناء على وضعية المنتخبين وبناء على وضع هذه المجموعة المعقدة جدا، المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، حيث المباراة التي تجمع المنتخبين التونسي والإماراتي لحسابات الجولة الثالثة. منتخب الإمارات الذي فاز في الجولتين، الذي حصد 6 نقاط، لكن تخيل معي، أصبح هذا الأمر ليس كافيا لعبور الإمارات لتعقيد هذه المجموعة للحسابات التي حدثت للأمور. كل التوفيق للمنتخب التونسي بحوله تعالى، ذلك مسابقة أقوى وأفضل من هذه حاضرة شاهدة على هذا الأمر. كانيدو مر عبر من اليسار لكن إلى خارج، اللاعب الذي افتتح أهداف المنتخب الإماراتي بهذه المباراة وبهذه المواجهة أمامية كثيرا على مستوى المحيط للمنتخب التونسي من هذا المكان بعيدنا، كمحبين وكعاشقين لكرة السلم. الكرة الماضية ثم أتى بتصويب، لم تبر عبر عبر، الله 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 روعة هنا من جانب المنتخب التونسي، من جانب المنتخب التونسي، من بنزرت البن قردان، من بنزرت البن قردان، كلهم وجميعهم. هذا المباراة كانت تحتاج لهدف. بندر يحاول، بندر ثم عبرت إلى خط ملعوبة أمامية، وصلت داخل المنطقة، خطير المحاولة في أرضية الملعب. سيف الدين الجزيري اللاعب الذي يعتبر والمر منه، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الحارس. إذا انصار الجماهير وإسعاد الجماهير من جانب يوسف لمساكني، أتى سيف. أعتقد بأن المباراة مقبلة، أهم الركائز بالنسبة لمنتخب الإمارات في كرة التدخل الماضي مع يوسف الدين. سيف الدين لكنها عبرت، وصل على مباراة الدولية 58. سلامة تماما بقيمة هذا اللعب. لاحظ هنا إيد عباس أن يواصل المباراة وأن يكمل، أسوأ كيفية استقباله لإلحاح مارفيك. صورة منذ البداية كانت واضحة، يرفض كايو من اليسار، يبحث عن مرور كايو أمامي الكرة، سقط أرضا، خطأ موجود على لاعب المنتخب. ملعوبة من الجهة اليسرى، محمود خميس يأتي بالكرة، جد أساسيا هنا في هذه المباراة أمامية. وكرة القدم حكاية من العشق، حكاية من حاولة أمامية خطيرة للإمارات قريبا. نعيم سليتي عبر إلى حنة، يتفوق في الكثير من المناسبات هنا في هذه المباراة. رمضان في كرة أمامية للمنتخب الإماراتي، خطير صالح من اليمين، عرضية مرسل، الله بتسديدة مخيفة جدا لكنها عبرت. صالح يأتي هنا بكرة مرعبة، مخي كرة ملعوبة تونسية، مر هنا عبر، مر في الكرة، ريات الممتعة جدا. نعم لاحظ هنا دراجر مر، نعم طحنون الزعابي ينضسي لأكثر من ساعة، سل هنا بالرأس، خطير المحاولة، هنا بالرأس أولا خالد عيسى حارس المرمى جدا على مرتين. ذلك الخليجية أمامية من الجهة دي اليوتا، خطأ في الكرة الماضية قبتونت. هنا كرة القوة الحاضرة، علي صالح بالقوة المستخدمة الحاضرة الشرعية من جانب عناصر المتقن، أن يتحدث عن تونس لأن الجماهير التونسية. لاحظ هنا الكرة، سجل واحد من أجمل أهداف تونسي لاعب نادي الزمعيم سليطي، يرسل الكرة الأمامية إلى الأمام بالرأس. عمر هذه المواجهة فمارفيك يشعر، ولا لعلي سالمين أمامية إلى الأمام، كايو من هذا المحطة لمنتخب تونس، لكن الحاجة 21 محمد دراجر إلى نعيم أصنع شعلالي لاعب نادي الترجي الذي يلعب مباراة الثالثة. ملعوبة أمامية خطيرة ليوسف، عبر يوسف بالسلول بأمر من رافائيل فولتين، الرجل الذي قدم كايو، يمر يبحثون عن العبور في هنا دراجر وهنا كايو في الكرة الماضية من اليمين لبندرلان العرضية أبيض الإمارات، العرضية المرسلة هنا، أوصية تونسية من هاشم روحين، مناشم روحين الجماهير التونسية، مناشم روحين أي بمعنى لن نذهب، لن نغادر هذه البطولة، لن نغادر هذا الحدث. ولكن نعيم من اليمين يتقدم، يبحث هنا عن مرور أمامية هنا من اليمين، العرضية المرسلة خطيرة، المحاولة من كرة، يا بندر يا رمر، عبرت الكرة الماضية، أوه يا أبو ظبي أمام الشقير السعودي أمامية، الكرة مليات كبيرة جدا، إمكانيات كبيرة جدا، حكن حنا بعل، الله على حنا بعل، الله على حنا بعل، رجل تونس الكبير هنالك في تونس
لدينا كرة من الكرة الماضية، لاحظ الكرة المعين، نعم السليطياتي بالعرضية المرسلة، الله الجماهير التونسية الحاضرة، دين ما الذي تفعل يا رجل، ما الذي تفعل يا لا 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 لم تمضي كما يراد لها عبر المكان الزعابي، تسديدة تأتي، الله الزعابي الذي سدد من هذا المكان، عبرت خطير المحاولة، خطير المحاولة، الكرة الملعوبة العرضية، بين عروضة بين تقلبات بين ما من 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 حزن من فرح، وبالتالي كرة سترسل من جانب بندر أمامية في عالمي كرة القدم، هنا محاولة الآن أتى بديلا عنه في هذه المباراة، أوه يا الثاني في المباراة بعد الإنذار الأول، لاعب الأكبر في المباراة هي كلاعب في البدايات، هنا كرة ملعوبة أمامية لدينا الكبير الرجل الذي يتابع المباراة، نعيم الآن، نعيم الآن، يا لها من كرة ملعوبة البدايات ليس واقترابا من المرمى الإمارات، أهم المكاسب بالنسبة لأبيض الإمارات، الكرة ملعوبة أمامية تسديدة هنا لكنها خطر، تأهل رسميا منذ